الغنى بالنسبه لمايا كان مش مستبعد بس كان اكتر تمثيل. ازاي رحتي وازاي دخلتي المسابقه وخدتي فيها 3 كؤوس؟ كيف بالصدفه يعني عفوا طلع الاعلان على التلفزيون انه في برنامج راح يكون لايف على الهواء والناس بنفس اليوم بتسمع بتتصل بتصوت وبيطلع بنفس اليوم نجم. انا حدا بحب كثير التجارب بجرب بحالي، يعني مثلا كيف ممكن يكون الخوف، يعني انا قدمت عمليات جمال وعرفتي هول المشاعر المتضاربه اللي بيعيشهم الانسان. عرفتي زي صوتك حلو؟ لا انا من الاساس كنت بغني، يعني كيف من انا وصغيره بالمدرسه مع اصحابي كنا نقعد نعمل قعدات بالكافيتيريا تبع الجامعه مع جيتار وهيك، فانا بعرف اني بغني بس ما كنت بتخيل اني بوقف بس اغني. انا كنت بحب اعمل شيء استعراض، يعني انا كنت شريهان بالنسبه لالي شيء يعني شيء ثاني ستار تبعيتي، فكنت احلم انه اعمل هيك شيء. لما قدمت على البرنامج قدمت وانا ما عندي ادنى امل اصلا اني ممكن انجح، لان كان معي بنات يعني البنات اللي كانوا معي الصبايا كانوا متخرجات من كونسرفاتوار وانا وحده بتمثل وبالجامعه ولا بتعرف الضوء من الري من المي، فتفاجأت انه لسه حلم الاستعراض عندك يعني طبعاً عايزه طبعاً تعملي ده؟ طبعا طبعا. بتفكري في حاجه انك تعمليها؟ بتشوفي هلا بين ايدي مسرحيه هيدا اول مره بقول ايه بين ايدي مسرحيه بعد ما قريتها، يعني انا امبارح بالليل استلمتها ما فيني اقول كثير تفاصيل عنها بس ان شاء الله يا رب، انه لانه الاسماء اللي فيها كثير حلوين وبدي اقرا بدي اشوف، لانه بتعرفي المسرح بياخذ كثير من الوقت هو مسرح استعراضي كمان يعني حلم حياتي، فبدي اشوف قديش رح اقدر. حساكي بتتكلمي عليها بحب قوي انه حلم قديم عايزه تحققيه. ايه انا شوفي كتر خير الله بشكر ربي 100 مره انه ما في حلم حلمته لليوم الا حققته. هيدي نعمه كثير كبيره من ربنا، بس الحلم المسرح الاستعراضي لانه ما فيك تتخيلي الاتصال المباشر مع الناس على المسرح كانك كل يوم عم بتمثلي مسرحيه جديده، لانه كل يوم جمهور مختلف بيتفاعل معك بطريقه مختلفه بتتفاعل معه بطريقه مختلفه. عالم رائع 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 المسرح. بعدين كواليس المسرح نحن عنا بنسميها مقدسه لانه نظافتها وحلاوتها وكيف بنصير مثل العائله، هيدا شعور ما فيك تعيشي بمطرح. وكمان الجمهور انه بيديكي الرياكشن، الرياكشن المباشر بالضبط الكونتاكت المباشر مع الناس ما فيك تتخيلي. طب الاستعراض محتاج رقص، مايا بتتعلمي رقص بترقصي حاجات معينه؟ ليكي انا لما بيكون عندي مثلا مثل كليباتي وهيك كل كليباتي كانوا بيتضمنوا رقص، بعمل مثلا يومين او ثلاثه تمرين، انا من الناس يلي بتلقط بسرعه الستبس وهيك. حاليا عم بعمل سبور، بلشت رياضه لانه بمصر اخذت كم كيلو، اكيد مبينين على الشاشه الكبيره. لا لا مش قوي مش لا اخذت كم كيلو لان ما عم بعمل رياضه، انقطعت فتره طويله عن الرياضه والاكل بمصر بتخن. عم بعمل هلا رياضه مع نور، هو المدرب تبعي وجهه الوحيد اللي مرتي، فبدي بلش شوي شوي عم خفف اكل عم ضبط اكل. بتحبي الاكل؟ جدا. مين ما بحب الاكل؟ اكولا؟ لا في ناس ما بتحبش الاكل. انا حدا بحب الاكل وباكل كل شيء، يعني ما عندي مثلا اكل هيدا ما باكلها وهيدي لا ممنوع. نحن عندنا بالبيت تعودنا انه اي شيء بتعمله ماما لازم ناكله، فانا معوده اكل اي شيء. وبمصر الاكل دسم على كشري على مش طبعا يا ولد على مش بالطحينه. لا انت بتاكلي الاكل المصري المصري مصري مصري. وبعدين اخر ادمان عندي كان الام علي. خبركم قصه الام علي، كل ليله قبل النوم طبقين ام علي صحتين مصيبه قبل النوم بتهزري اللي هو بيتركز. هيدي كانت العلم. مين اللي علمك الاكل ده؟ ما تساليني انا من نفسي. بتنزلي تدوري على الاكلات دي بتعملي ايه؟ تليفون. انت الو بعتولي. انت استقريتي دلوقتي اكتر حاجه بتتخن في مصر. انت استقريتي في مصر بقالك قد ايه دلوقتي؟ رح يصيروا 3 سنين. 3 سنين في مصر تقريبا. ليه؟
شوفي اول شيء انا ما فكرت استقرار، انا اول شيء قعدت فتره بعدين كرمال تصوير فيلم كود 36. اول ما خلصنا كود 36 بلش التريلر على الهواء، انعرض علي مسلسل سلطان الغرام يلي اخذ منا فتره تدريبات ويعني تمارين وتصوير اخذ فتره طويله. اول ما بلش ينزل الاعلان تبعه كلمني كريم عبد العزيز على الفيلم تبعه، فلقيت انه انا متواصل عم كون موجوده بسبب الشغل، بلس انه بلد كثير حلو، بلس انه عندي اصحاب رائعين رائعين هون، وفي ناس وقفت حدي، يعني اصحاب شيء كثير مهضوم، بس عندك ناس وقفت معك وقفه رجال، بتعرفي هيدي كلمه كثير حلوه. في عندك محمود مرشد، في عندك محمود مرشد اللي عملنا الميك اب النهارده طبعا، عرفت يعني هيدا من الناس اللي من اول ما جيت انا هو دائما انا وهو مع بعض ان كان بالافلام او بالمسلسل. وبدي هني على الجائزة اللي أخذها كمان. لو حد قالك تختاري التمثيل ولا الغنى؟ لا ما اخترتش. لا شوفي حبي الأول كان التمثيل، عرفت كيف؟ بس ماني مضطرة أختار لأنه الغناء له كثير فضل علي، هو اللي عرف المخرجين الكبار علي، هو اللي عرف النجوم بالتمثيل علي، فخدمني تمثيليا. وبعدين ما تنسى انه انا جمهور الغناء هو اللي وصلني تقدر احقق حلمي بالتمثيل. حلمي بالتمثيل كان اكبر، حلمي بالتمثيل اكبر بس ما بترك الغناء. حوارنا خلص؟ لا يمكن. واتبسطنا جدا، ما حسينا، وبعدين كان الامور رواقه ما في موج وما في شيء كله ده. وانتي وجودك معنا كان جميل، ميرسي لك. وانتي اصلا كنتي مذيعه فهسيب لك ان انتي تختميها. لا عم تمزح. لا لا ما بمزح. لا هيدي يلا اختمي على طول. بدي ارجعك لورا شوي. بدي اجرب. يلا. مثل دايما عم نتلاقى معكم من شواطئ المصريه على اليخت على المناظر الحلوه، ومعنا سالي. انطرونا، كنتوا مع مايا نصري، تعرفتوا شوي اكثر عليها، ان شاء الله تكونوا حبيتوها شوي اكثر، او يمكن ما حبيتوها ما علي مش ما بعرف اقول، بس anyway بدي اقول لكم ان شاء الله تكون كنا خفيفه عليكم، تكونوا حبيتوا اللقاء مع نجمتنا سالي. نجمتنا مايا.